بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا اجعل المفاتيح خير وغريق شر. اللهم علمنا كيف نحبك وكيف نقدرك وكيف نتذلل لك بصدق وقرب ولهفة إلى لقائك يا ربنا. آمين آمين آمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركاته، ورضوان ولا عدوان إلا على الظالمين، والله أكبر. نلتقي الآية التالية. نرجو سيدنا إبراهيم عليه السلام، شفتم أنا جاءت الآية اللي كنا معها قصة الحديث عن بعض أسرار مكنونة في تلك الآية. فصلت هذه الآية بين قصة أولى مع النمرود وقصة ثانية مع رب العالمين. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. هي غريزة، ربي أرني، لأنه إحنا على شغف بالاطلاع على المزيد من العلوم والأسرار من رب الأسرار. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن. وهذا درس يبين لنا كيف يكون تحصيل العلم. أولم تؤمن؟ قال بلى ميسي، أنا مؤمن يا ربي، وأنا خليله، وبفضلك أنت أنا مؤمن، وأنا سوي، وأنا حنيف، لا ملك الزجزاج كما يعملته السياسيين اللي عليهم لعنة الرحمن ما داموا على هذه الحال. أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك يجذبهن إليك ثم اجعلك يعني وقطعهم قطعا فرقها ثم اجعل على كل جبل تنبورة منهن جزءا قطعا ثم ادعوهن يأتينك تقول بفضل الله بسم الرحمن تعالى إلي كما كنتم بين يدي. على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا بفضل الرحمن. شوف المشهد قداش، اعطيونا انتم مغيرك الحياه السينمائيه، اعطيونا شيء هيك في ريحه البعث بعد التجزؤ وبعد الموت. اعطيونا شويه هيك نبذه على فنكم، اذا كان عندكم فن يوصلكم الى ريحه الريحه. ثم شوف قداش ربي يجعلكم فاشلين بالظاهر والباطن. نحن أولى بالاطلاع على أسراركم الدفينة، لأنها كل تحبوا تورينا عكس ذلك وتوحيونا. اليوم تأتون بالجديد، والأما الخلاقين، أما الخلاق ليس بحقيقي ولا مبين. ثم اجعل من على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. بعد ربي يقول مثل الذين ينفقون، نسأل الله السلامة والسلام على المتبع الهدى.